السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. لوح مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق بإعلان حكومة موازية في العاصمة السودانية الخرطوم، وقال في منشور على منصة إكس إن تعنت قيادات الجيش ورفضهم للتفاوض وترجيح خيار التصعيد والحرب قد يؤدي إلى إعلان حكومة في الخرطوم، وأشار إلى أن الحكومة ستطلع بدورها تجاه حماية المدنيين ونزع الشرعية من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بجانب فتح علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول وعقد صفقات لشراء طائرات حربية وأنظمة دفاع جوية متطورة لتحييد طيران الجيش السوداني، عطفا على تأسيس نظام مصرفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. أضاف مستشار حميدتي أن كل الخيارات مفتوحة في الأسابيع القادمة، في حين يرى محللون في تصريح المبعوث الأمريكي توم بريلو خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضي أن دول التحالف لا ترغب في عودة الإسلاميين إلى الحكم في السودان، كما لا ترغب في وجود قوات الدعم السريع، وهذا ربما يكون مقدمة لتدخل عسكري استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في هذا السياق أيضا قال رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم عمر دقير في تغريدة على منصة فيسبوك، قال إن فشل المباحثات التي استمرت 10 أيام في جنيف يعني التحسب لاحتمال أو لاحتمال اشتداد المواجهات العسكرية. مشاهدينا الكرام، في هذه الفقرة أرحب بضيفي، أرحب بالسيد أبو القاسم الزبير الباحث والمحلل السياسي السوداني، تحية لك سيد أبو القاسم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. تحية لك وعليك السلام ورحمة الله. أرحب أيضا بالسيد هشام الشريف صالح المحلل السياسي. سيد الشريف تحية لك. نعم، إذن مشاهدينا الكرام، فما خيارات أمريكا في السودان بعد فشل مفاوضات جنيف؟ وهل يمكن أن تتدخل أمريكا عسكريا؟ وما خطورة تلويح مستشار حميدتي بإعلان حكومة في الخرطوم ونزع الشرعية من البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني وتحييد طيران الجيش السوداني؟ مشاهدينا أرحب مرة أخرى بسيد أبو القاسم الزبير. سيد أبو القاسم، في أي إطار تقرأ هذا التلويح من مستشار قائد الدعم السريع الباشا طبيق بإعلان حكومة موازية في الخرطوم بعد فشل محادثات جنيف؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. أولا يا أخي الكريم، الباشا طبيق يهرف ما لا يعرف. ليس بمقدور ميليشيا الدعم السريع إعلان أي حكومة في الخرطوم أو حتى في ولايات دارفور الأربعة التي تسيطر عليها، ناهيك عن ولاية الخرطوم التي لا تحكم السيطرة عليها. فولاية الخرطوم كل المواقع الاستراتيجية في ولاية الخرطوم تحت سيطرة القوات المسلحة، على سبيل المثال القيادة العامة القوات الشعب المسلحة ومنطقة المدرعات، منطقة الذخيرة، منطقة المهندسين ومنطقة الدرمان العسكرية مقرها المهندسين، منطقة وادي سيدنا، منطقة كرري بصورة عامة، ومنطقة سلاح الإشارة في بحري أو منطقة بحري مقرها في سلاح الإشارة، ومناطق الكدر ومناطق حطاب. كل هذه المواقع الاستراتيجية العسكرية الحقيقية في ولاية الخرطوم أكثر من 80% منها تحت سيطرة قوات الشعب المسلح. إذا كان الباشا طبيق جادا فيما يسعى إليه كان يمكن أن يطلق هذا التصريح على دارفور، كان ممكن يقول أننا سنعلن حكومة في الأربع ولايات في دارفور، لكن لن يستطيع أن يعلن حكومة حتى في ولايات دارفور الأربع التي سيطر عليها، لأن ولاية شمال دارفور ما زالت تحت قبضة القوات المسلحة، وعاصمة الولاية الفاشر ما زالت تحت قبضة القوات المسلحة، ولن تستطيع ميليشيا الدعم السريع على إعلان حكومة في أي من ولايات السودان التي حتى الولايات التي تسيطر عليها. هذا حديث يعني أقل ما يقال عنه أنه حديث فارغ وحديث للاستهلاك السياسي، ليس نعم إلا في زكاة ميليشيا الدعم السريع بمقدورها أن تعلن حكومة، فما الذي كان يمنع؟ هل كانت تنتظر جنيف حتى تعلن حكومة في الخرطوم؟ سنعود إلى هذه النقطة بالتحديد، وكيف أثرت جنيف أو ما الذي دار في جنيف حتى يجعل مستشار قائد قوات الدعم سيتحدث بهذه اللغة وهذه
اللهجة. سأعود إليك سيد أبو قاسم، هنا أتوجه للسيد هاشم الشريف صالح. سيد هاشم، تحية لك من جديد، في أي إطار تقرأ